فلان قال، فلان ما جاني، فلان ما سأل علي، فلان وجهين. بحياتنا اليومية هواي نردد هاي العبارات وما نعرف ضررها بحياتنا ونفسياتنا ومستقبلنا. خلينا نجيب مثال، زيد وياسر اخوان انتهت علاقتهم بسبب كلمة قال. اجت زوجة زيد قالت لزوجها، زوجة ياسر قالت ياسر هيك قال عليك، وطلع زيد وما سلم على اخو ياسر. وراها بفترة زيد صار عنده طفل، وياسر تذكر انه زيد ما سلم عليه وما راح يبارك لاخوه. وراها ياسر تمرض وزيد ما راح يزور اخوه لان ما اجا من صار عنده طفل. بيوت انتهت بسبب كلمة قال، وهذا مثال لحياتنا الاجتماعية. ونفس الشيء بالعمل والدراسة والتجارة والسياسة، كلمة قال اجعلها تقف عندك لتعيش حياة مستقرة لنصلح أنفسنا أولاً.